السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أميمة على قناة وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزتي، واتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي عبارة عن بروتين طبيعي للشعر، لفرد الشعر وكذلك التخلص نهائيا من الشعر المتجعد والخشن. المكون الأول في هذه الوصفة، ستحتاجين إلى 2 معالق كبيرة من جل الألوفيرا. فالألوفيرا مفيد جدا للشعر، فهو ينعم ويرطب الشعر بامتياز. أما المكون الثاني فستحتاجين إلى بيضة واحدة، فالبيض غني بعدة فيتامينات ومعادن جد فعالة لترطيب وتنعيم الشعر. أما المكون الثالث فهو زيت للأطفال، أي نوع من الزيت لديك في المنزل. زيت الأطفال يمكنك استخدامه في هذه الوصفة، فهو رائع جدا لترطيب وتنعيم الشعر، وكذلك سيساعدك على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة. ستحتاجين إلى 2 معالق كبيرة في هذه الوصفة لترطيب وتنعيم الشعر المتجعد والخشن. أما المكون الأخير في هذه الوصفة، ستحتاجين إلى زيت جوز الهند أو زيت الكوكو. فهذا الزيت مفيد جدا للشعر، فهو ينعم ويرطب بامتياز، وكذلك مفيد جدا لتطويل وتكثيف الشعر ووقف تساقطه، بالإضافة إلى أنه مفيد جدا لعلاج مشكل فراغات الشعر. ستحتاجين كمقدار من زيت جوز الهند في هذه الوصفة إلى 3 معالق كبيرة من زيت جوز الهند. بعد التعرف على مكونات الوصفة، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمة، المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله. ولا تنسوا متتبعاتي الغاليات ومشاركاتي العزيزات، وضع لايك في هذا الفيديو مع تعليق لتشجيعي على إعطاء المزيد من الوصفات، وشكرا جزيلا لكم. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام، فمن الأفضل والأحسن أن تقومي بالاستعانة بالخلاط الكهربائي لخلط ومزج هذه المكونات. بعد خلطها جيدا، تقومين بفرد الشعر باستخدام هذه الوصفة، وتقومين بوضع الوصفة من الجذور إلى الأطراف مع تغطيته باستخدام بلاستيك غذائي أو غطاء خاص بالشعر. تتركينه لمدة 2 ساعة، وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر. تكررين هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع، فهي رائعة جدا للتخلص نهائيا من مشكل خشونة الشعر والشعر المتجعد والخشن. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. شكرا عزيزتي على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.